محتاجين انه نحمل الاسباب وما ما هي سبب ارتعاش جسدي هو سبب وهذا الشيء كله تكون لي غادي نمشي لشي حاجه سكنا فهي ضروري ما تحملش المتعه هنا على كل واحد وتهنى نسميها وخاصه الامهات والشباب اللي كنعتمدوا عليهم الشباب اللي هما المستقبل البلاد والامهات اللي كيوفوا على الجميع وكيحبوا الجميع من كل شيء فات هاد العزة باش نديرو تغيير على الزيفة كنتمنى كل شيء تكون متوحة وبحضرة المحالة وتعتمد على سيدات بابا من الإجبارية وكيكرم من غدا اللي بين سيدنا وفتح الشرطة غنخرج مستوى في الليل نخاف الحدود على التباعد والحفاظ على تعتيم والنظافة جافي كاين تيب فيه كنعرفو بأنه حتى اللي ما خاف على راسو وخاف على وليداتو وعلى زعوانتي وعلى خدامو وعلى حبابو كنتمنى ان نحاول